لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. قرار هام لرئيس الجمهورية قيس سعيد. أكد رئيس الجمهورية على إسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011 وذلك خلال لقاء جمعه عصر اليوم بقصر قرطاج بأحمد الحشاني رئيس الحكومة. وبين سعيد أن هذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثل ما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولون تسلم مبلغ مالي لفائدة الدولة. وأشار رئيس الدولة أن مثل هذا السلوك لابد أن يحاسب عليه من قام به، لا سيما أن سلوكه منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج وهمية في قطاعات الدولة. حيث قال الرئيس قيس سعيد أنه هناك عملية تعطيل كبرى في المشاريع بسبب حجج وهمية في القطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها. وشدد رئيس الجمهورية على أنه يجب على الإدارة أن تكون بدورها وأن يشعر كل مسؤول أنه في خدمة الدولة لا في خدمة جهة معينة أو مجموعة ضغط تخال نفسها قادرة على تعطيل سياسات الدولة. وذكر رئيس الجمهورية بأن الإدارة امتدادا للسلطة السياسية محمول عليها واجب التنفيذ ولا يقبل مستقلا منها أي مماطلة أو تعطيل هذا، إلى جانب أن عديد المواطنين والمواطنات صاروا لقضاء شؤونهم رهن إدارة مسؤول يخال نفسه فوق أي محاسبة. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يعلنها رئيس الدولة قيس سعيد، حيث دعا الجميع إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يوفقه الله فيما هو قادم لتونس بسبب المشاكل الكبرى التي تعاني منها تونس، حيث أن تونس تعاني من مشاكل كبرى بسبب نقص المواد الغذائية للمواطنين ونقص في الغذاء لكل مواطن، حيث أن الرئيس قيس سعيد يعاني من مشاكل أخرى مثل الخبز وكل الأدوات اللازمة للغذاء. حيث أعلن الرئيس قيس سعيد أنه سيقوم بكل هذه الواجبات من أجل الشعب التونسي، وينتظر الجميع الرئيس قيس سعيد بقرارات نارية قادمة. ويدعي الجميع للرئيس بأن يحفظ الله فيما هو قادم.